برنار كازوني يدرب المولودية، يساعده رفيق صيفي الأسطورة أيضا هو الآخر بالنسبة لكيد. الآن ضربة البداية الصحيحة بقدم أمضى مباشرة إلى ربي التماس، مباشرة إلى التماس لوداد تليمسك. أول أهداف المباراة، سويبع المنتدب الجديد يتمكن من الوصول إلى الشباك وتسجيل أول أهدافه بألوان البلودية في الدقيقة 17 أو في الدقيقة 18 من المرحلة الأولى بعد عملية وعمل جيد والتحضير لهذه الكرة، التحضير والتخطيط والتنفيذ والوصول إلى الشباك من سويبع أول أهدافه بألوان البلودية اليوم. أظن في أول يعني اللقطة شوف هنا تمريرة من المؤذن في المستوى، طلب الكرة وراء دفاع فريق وداد تلمسان، ونظن هداف كسويبع للعاب اللي عنده أكثر في عندما هي كرة للمولودية من هنا. الهدف الثاني لقاش، يتمكن من الوصول إلى الشباك للمرة الثانية، يمنح الأفضلية والأسبقية، يضاعف النتيجة بكرة عرضية، عرضية مباشرة في الزاوية الصعبة للحارس بوشعور، يمنح الهدف الثاني لمولودية الجزائر أمام وداد تلمسان. خير الدين خريس، ليس هذا هو السيناريو الذي كان يتمناه؟ أكيد يعني تشوف يعني ارتباك كبير، والهدفين اللي تسجلوا على الدفاع فريق وداد تلمسان من الجهة اليسرى ما فيش يعني ما فيش تغطية، شوف هنا الكرة ما فيش تغطية على المدافع الأيسر، نظن وجد روحه لاعب نقاش لتسدد الكرة يعني في المرمى، شوف هنا كرة في عمق الدفاع ما فيش تغطية، شوف هنا والسرعة هي اللي صنعت الفارق. انتهت القصة ويطالبون بالإعادة، انتهت القصة الآن. كرة للمولودية من هناك، محاولة التحضير من حشو على الجهة اليمنى، وصلت الكرة مباشرة لبالغ يحاول يوزعه والحارس. تنويع جميل من طرف اللاعبين مولودية الجزائر، يعني الفريق ضاغط على فريق وداد تلمسان. نظن اليوم في الشوط الأول الحكم أعلنت عن تنفيذ الخطأ. الهدف الثالث من بالغ، بالغ يعمق في جراح الوداد، يسجل الهدف الثالث في الوقت البدل الضائع من المرحلة الأولى لهذه المباراة. كرة ثابتة من حشود بحثت عن رأسية أو عن رأس بالغ المتابع للكرة ويسجل الثالث في مرمى الحارس بوشعور. أصبحت النتيجة ثقيلة على الوداد، لا تبقى قبل لا شيء. صحيح نتيجة ثقيلة وماشي ما كانتش منتظرة، ونظن فريق اليوم مولودي فريق وداد تلمسان سهل نوعا ما طريقة تسجيل مولودية الجزائر. نظن الدفاع فريق وداد تلمسان كان غائب في الشوط الأول، حتى ولو شافوا المخالفة يعني كانت مسددة بطريقة ممتازة من حشود، وشوف هنا رأسية بالغ ما فيش تسلل وحده بدون مراقبة، والشيء غير مقبول هو لما تتلقى الأهداف على طريقة